سبت تابعنا ختام الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الهلال فاز على التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، الأهلي تغلب على الحزم بهدف، الطائي خاسر أمام الضمك بهدفين لهدف، في محل الفيصلي ضيفا على النصر في مباراة تبع ماتيا رضوان. نتابع الماضية دانيال راموس آخر رأسه. ميغيل روسو الأرجنتيني وضع خلطة نصراوية من الصعب المرور عليها في مارسول بارك، هذا ما تأكد منه الفيصلي، هذا ما أكدته عرضية مليمترية من الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إلى الفنان خالد الغنام. الكرة الأكسية، هدف مبكر. حتى قبل التذكير بالأسماء، الغنام في الفترة الأخيرة يطرب بالأداء، والأداء سيرتفع حتما بعد الهدف، تتغير الأجواء. تاليسكا البرازيلي الممول وكذلك الهداف بحث عن مضاعفة الأرقام. على المدرجات مدرب المنتخب السعودي هارفي رينار حاضر للتفاصيل، ووليد عبد الله تقمص في هذه اللقطة، تقمص شخصية نوير. وليد يخرج، شوط عدى بهدف الغنام ثم هدأت الأمور. الأرجنتيني أجرى التبديلات بداية الثاني، والحارس البديل أمين البخاري كرته قطعت أكثر من نصف الملعب بتمريرة يدوية إلى تاليسكا. على المدرجات هناك قصص وحكايات، أمطار وشخصيات، تاريخ وإنجازات. من جديد أمين البخاري أرسلها عالية، سامي النجع أمن الحماية لها، تاليسكا تابع وغطى كل المساحات يمين شمال، تاليسكا فعليا أكل الملعب بعدة خطوات. النصر سلطن بالأداء، الفيصلي بعد الثاني كأنه انهار واستسلم. بيتي مارتينيز بهدف أرجنتيني الطابع، مارادوني الأداء، مارتينيز ما هذا الإمتاع. بيتي تقدم، بيتي راح، بيتي حاول، بيتي سدد، الله الله. احتفل الأرجنتيني، احتفلت المدرجات، وقف الجميع في مكانه. استخلص النصر الكرة، خالد الغنام الفنان انسل بين الدفاع، أوصلها إلى تاليسكا، ثم من جديد البديل المؤثر مارتينيز بلمسة وغمزة إلى الشباك. رباعية تؤكد التفوق الأصفر من كل النواحي، الفيصلي ما قدم شيئا على مدار شوطين سوى تصويبة بعيدة لامست العارضة ومن ثم رأسية. النصر استمر بسلسلة انتصاراته، فيما الفيصلي خسر مع كثير من إشارات الاستفهام. من الرضوان، صدى الملاعب. ألف مبروك للفيصلي، هارد لك ألف مبروك للنصر عفوا، وهارد لك للفيصلي. أبدأ معك أستاذ أحمد، الفوز الخامس على التوالي بالنسبة للنصر، نتيجة أداء وأيضا محترفين في أحسن حال، ما شاء الله حتى النصر في أحسن حال، عنا برد عليه. النصر كما ذكرنا في أكثر من لقاء في صدى الملاعب سابقا، والنصر يملك جواهر، يملك لاعبين على مستوى عالي على الصعيد المحلي والأجنبي، فقط كان ينقص الاستقرار، استقرار الفني داخل الملعب، شخصية المدرب، ينقص أيضا السيطرة على بعض اللاعبين. عندما يجتمع النجوم في 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 فريق واحدة ما وجد مدرب له شخصية. ميغيل روسو منح النصر هذه النقطة، يعني الكل يلمس أنه النصر نعم، رغم أنه كان في خسارة واحدة يعني عند وصوله، لكن هناك استقرار فني ونتائج إيجابية يعني متتالية. وحتى لو تلاحظ النصر تغير، الأداء تغير، الروح تغيرت، التمركز تغير، فهذه يدللك أن في شخصية مدرب في الملعب. حتى داخل الفريق تلاحظ أن هناك تعاون مثمر، تلاحظي أيضا 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 المدرب فارض شخصيته بين أفراد اللاعبين. هناك من يتحدث كان سابقا عن المدرب ما له شخصية، المدرب بيغير، اللاعبين مسيطرين، لا، النصر اليوم هذا شخصية المدرب، شخصية اللاعبين، نجومية اللاعبين. وأعتقد أن النصر انطلق إلى أماكن أعتقد أنه تكون أبعد. أنا أعتقد من خلال هذه النتائج اللي نراها، ومن خلال أيضا الصفقات اللي ستتم في الأيام القادمة، النصر رايح للدوري، سيكون منافس شرس بهذا المدرب وهؤلاء اللاعبين، بهذه الإدارة اللي استطاعت أن تتعامل مع الواقع بكثير من الحكمة وكثير من الصبر. نعم كابتن، الخسارة الرابعة في خمس جولات بالنسبة للفيصلي، وأيضا الخروج من كأس السوبر، اليوم لم يقدم شيء، مع العلم أنه الكل كان بيقول أنه كان مركز على نهائي كأس السوبر. لا الفيصلي، أنه نحسب المباريات يمكن 11 مباراة،
لم يفز بين تعادل بين خسارة السوبر بين يعني فريق غير مستقر مو بهذا الفيصل اللي كنا شفناه السنة طالت مع شاموسكا فريق إذا الفيصل ما عدل من أموره وعنده أيضا البطولة أبطال آسيا راح يكون يعني فريق كارثي صراحة في 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 طب لماذا يحتاج أنا أقول في عنده خامات زين بس خط الدفاع منهار جدا يعني تصوري أنت يخسر مباريات بأهداف كثيرة غير مركز بس عنده كمان محترفين عندهم محترفين زيني عندهم لكن بعد الأخطاء الدفاعية والتمركز الخاطئ هذا كانت سمة سيئة في الدفاع الفيصلي إذا استمر على الحال هذه يمكن حتى يصارع يمكن كمان لأنه واجه النصر والنصر في أحسن حال مثل ما ذكرت يعني. ما يكون دائما مباريات في الدوري السعودي المستوى تكون متقاربة لكن اللي شفناه اليوم شفنا فريق فيصلي مو بهذا فيصلي نشوف نتمنى إن شاء الله في الدور الثاني أو غيره أنه تصحيح طبعا من حيث اللاعبين استقطاب اللاعبين رجوع الموقوفين أو المصابين نعم إذن من هو رجل هذا اللقاء نتابعه